فكانوا عند النعمة ينكسرون لله تعالى ويخافون أن تكون الدنيا قد عجلت لهم. كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده من شدة تواضعه رضي الله عنه. الزول يا جماعة يستفيد من سيرة هذا الرجل حسن الصدر لإخواني، سلامة الصدر. أبو محمد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ابن الجوزي في ترجمته أورد بعض القصص وبعض الآثار لكن هي ضعيفة، ولذلك الكلام فيه قد يقصر فيرجع إلى بعض المراجع الأخرى لأخذ سيرته كاملة. هو عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد الحارث، يعني كأن اسمه تكرر، ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، وقيل عبد الحارث وقيل عبد الكعب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. أمه الشفاء بنت عوف أو الشفاء بنت عوف هنا في بعض النسخ يعني بالتخفيف. أسلمت وهاجرت. أسلم عبد الرحمن رضي الله عنه قديما قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة إلى أرض الحبشة الهجرتين، وشهد المشاهد كلها، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال ذهب ليصلح بين متخاصمين، وبعضهم قال كان ذلك في يوم تبوك. جاء فوجد الناس أقاموا الصلاة وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، فصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى خلفه. صفته رضي الله عنه كان طويلا رقيق البشرة فيه جنأ، جنأ يعني انحنى فنتأ ظهره وانخفضت بطنه رضي الله عنه، هذا لما كبر. أبيض مشربا حمرة، يعني أبيض اللون مشرب بالحمرة. ضخم الكفين أقنى، ضخم الكفين أقنى، معنى أقنى مرتفع الأنف في وسطها ضاق من خراه. أصيب يوم أحد في رجله فصار به عرج رضي الله عنه. أولاده ذكر له ابن الجوزي رحمه الله 26 ولدا من بين ابن وبنت، من أبنائه سالم ومن بناته أم القاسم، ومن أبنائه وبناته محمد وإبراهيم وحميد وأمة الرحمن، أمة الرحمن، ومعن وعمر وزيد وأما الصغرى وعروة الأكبر وسالم الأصغر وأبو بكر وعبد الله وأبو سلمة وعبد الرحمن ومصعب وآمنة ومريم وسهيل وعثمان وعروة ويحيى وبلال وأم يحيى وجويرية، هؤلاء هم أبناؤه وبناته. من مناقبه رضي الله عنه عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف أتى أو أتي بطعام وكان صائما فقال، وهذا الحديث انفرد بإخراجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، جابوا له طعام، أتي بطعام وهو صائم رضي الله عنه، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال، هكذا قال الراوي، قال وأراه قال
وقتل حمزة وهو خير مني، يعني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، قال أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عنه. شوف الصحابة ذي المحبة لبعض، وشوف تواضع، قال قتل حمزة وهو خير مني، قتل مصعب وهو خير مني، وفي ترتيب الصحابة عند أهل العلم يذكرون العشر المبشرين بالجنة، هم خير الصحابة، ويذكرون أهل بدر ثم من بعدهم. ومن تواضعه رضي الله عنه، ومن انكساره، ومن محبته لإخوانه، يتذكرهم ويذكر أنهم خير منه، أنهم خير منه رضي الله عنه. ذكر حمزة وله ترجمة ستأتي إن شاء الله، وذكر مصعب وله ترجمة أيضا ستأتي إن شاء الله تعالى. طيب، ثم قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وفي الرواية الأخرى بسط لنا من الدنيا ما بسط، يقول هذا وقد عرج وضرب في سبيل الله حتى أصيب في رجله، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم بكى، أخذ يبكي، جعل يبكي رضي الله عنه. وده يا جماعة فيه إنه الإنسان يشكر نعمة الله عليه ويخاف، ولذلك جابر رضي الله عنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في أحادي الأرواح اشترى طعاما فرآه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال ما هذا يا جابر؟ قال طعام لي يا أمير المؤمنين. قال بكم اشتريته؟ قال بدرهم أو درهمين. قال أو كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه؟ أما سمعت قول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ فكانوا عند النعمة ينكسرون لله تعالى ويخافون أن تكون الدنيا قد عجلت لهم، وده حال المؤمن يا جماعة. ولذلك في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. وهذا الحديث ليس في الصحابة، هم خلاف ذلك تماما. ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وعن نوفل ابن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا يوما حتى دخلنا بيته، يعني ساقنا مشينا بيته، ودخل فاغتسل ثم خرج فجلس معنا، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، صحفة صحن يعني، فلما وضعت بكى عبد الرحمن ابن عوف، فقلنا له يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، ولا أرانا أخرنا لها لما هو خير لنا. وده يا جماعة يوريك شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سئل الشيخ ابن باز عن الاحتفال بالمولد بكى رحمه الله وقال ما احتفل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهم خير منا وهم يحبونه أشد من محبتنا له. ويأتي أحد الصوفية اليوم ده أيام المولد بدعة، يقول من نعم الله علينا أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الصحابة له، وقلوب الصحابة بعضها فيها جفاء وهي أشبه بقلوب الوهابية، قاتله الله قبحه الله. وديل يأكلوا في اللحم وفي الفتة وفي الرز، وصحابي خدتوا له اللحم بكى، قال الرسول ما شبع منه صلى الله عليه وسلم.
ويقول نحن بنحبه أكثر. والله الصوفية دالين حضروا زمنه كان شد فروا يوم الزحف. وده إلى الكربة، الكربة ما بيثبتوا فيها، ينادوا في الشيوخ، بيثبتوا في قتال دم، يثبتوا فيه. وعن سعيد بن حسين قال: كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده، أي من بين غلمانه الذين اشتراهم، من شدة تواضعه رضي الله عنه. إذا جلس مع غلمانه لا يعرف من بينهم، من شدة تواضعه رضي الله عنه. هزول يا جماعة يستفيد من سيرة هذا الرجل حسن الصدر لإخوانه، سلامة الصدر، يحب إخوانه من المستقيمين. وده يا جماعة من أسباب الرحمة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لمن اثنين من أخوانك اثنان تكون بيناتهم شحناء، أصلح، ما تفرح بها، تقول خلاص في زور ردمو جديد، ردمو كيف يا خل حقو انت، معليش لو عاند ده أمر تاني. اصبر على إخوانك وتحمل، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والي ناصر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أن دار الله يرحمك، والي المؤمنين والي المستقيمين ناصر. واصبر عليهم، ذول يتألم يتذكر الصحابة ويتذكر حمزة ويتذكر مصعب ويتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم له الطعام فيبكي ولا يستطيع الأكل من شدة صدقهم ومحبتهم. أسأل الله أن يجمعهم جميعا في الجنة، في أعلى الجنة، وأن يجمعنا بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما وفاته رضي الله عنه، توفي عبد الرحمن بن عوف سنة 32، ودفن بالبقيع وهو ابن 72، ويقال 75، عمره كم؟ 70 سنة رضي الله عنه.